ايه المكونات اللي عندي؟ ملح وفلفل، شويه جندوفلي، ينفع فروزن ينفع فريش، لو فروزن هياخد له دقيقتين في التسويه، الدبل او ضعف ده لو هو فريش. عندي شويه حلوين قوي من التوم، دي تقريبا راس تومه كامله مفرومه، عندي زبده، عندي فلفل حامي متقطع، عندي بصل اخضر، بشر ليمون، شويه من التوابل الايطالي، عندي شبت وبقدونس، عصير ليمون، واخيرا شويه من الميه، وده كل اللي عندنا. طيب شويش بقى كده، عندي حله بسخنها على نار عاليه شويه، واول ما هننزل بالزبده والزيت والجندوفلي هنبتدي نهدي النار ونشتغل على نار هاديه شويه. خلاص عندي هنا شويه من الزيت عشان مش عايز الزبده بتاعتي تتحرق، وادي له لفه كده في الوك، وبعده على طول انزل الزبده. طيب تاني حاجه عندي ايه، اول كده ما الاقي نص الزبده بتاعتي ساحت هنزل بيه الثوم. وانا هنا بقى بشتغل بالريحه، اول ما هنلاقي الريحه كده بتاعت الثوم هبت، انا مش عايز احمرها، انا يا دوبك عايز بس ايه ريحته تطلع تديني الاروما بتاعت الثوم، ووراها على طول هنزل الميه، وبعد كده هننزل بقيه الحاجات. خلاص تقليبه حلوه قوي كده للثوم بتاعنا، اهو الريحه طلعت قبل ما يقلب اللون على طول، هنزل بالميه. الحاجة التانية المهمة عشان ما يتهريش الجندوفلي، عشان اللحم بتاعه ما يطلعش، احنا مش هنرج مش هنهز مش هنقلب، هتبقى مرة واحدة بس، هنسيبه وهنغطي استناه يستوي بالبخار، وفي الاخر هنديله بس هزتين. خلي بالنا واحنا بنشتغل بالجندوفلي ان هو سهل قوي اللحم يطلع بره. خلاص طيب لو جايب الجندوفلي فريش نقعه شوية في مية ملح، وبعد كده نطلع نديله بس شطفة كويسة قوي عشان الرمل. بص اهو قبل ما التوم هيغير اللون على طول هنزل بشوية المية. هدي الكلام ده ايه تقليبة كده، وهستنى لما المية بتاعتي تبتدي تغلي. هنزل بالجندوفلي كله زي ما قلتلكوا، هحاول ما بقاش بحركه خالص دلوقتي. هاخد شوية من الملح، نجي شوية من الفلفل الأسود، وادي التوابل الإيطالي بتاعتي، وهغطي على الجندوفلي. هسيبه بالظبط يعني عشان ده فروزن، فهنقول ان احنا هنسيبه 3 دقايق بالكتير قوي. طب احنا سيبنا الجندوفلي بتاعنا ايه 3 دقايق بالظبط، بصوا هنرفع وهنا بقى ادي اول ايه تحريك. بحاول قد ما اقدر زي ما قلت لكم ما نبقاش بنقلبه كتير، فيا دوبك ايه واحدتين كده. وهنا بقى الاول الفلفل بتاعي اختياري جدا، لو مش عايزين مش لازم، البصل الاخضر، شويه من الشبت، وشويه من البقدونس، واخيرا عصير الليمون. هنسيبه اقل من دقيقه. عندي بشر الليمون، عندي الشبت والبقدونس عشان هنحطهم في الاخر عليه قبل ما نقدم على طول.